يحتاجت لمسة فردية من ابن مرزوق لتصير هدفا في مرمى بوتسوانا. نتيجة الشوط الأول ينتظر الساخي سهام حارسي بوتسوانا بعد تسديدة مباشرة من الحكم المغربي ارتدت لتسكن المرمى وتحول رقم الحداد إلى 2 وما من 2 هي وثالث يحرسهما. أما الطريقة فلا يدري سرها إلا ابن مرزوق. الهدف في وقت مناسب جدا يطرد النحس. نعم